تهاني يا بلادي في ظلال البرق المنصور، عسى اللي ما يحبك. نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناة مرقاب الفضائية من قرية مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابن. نسعد بمتابعتكم دوما وابدا، نترككم مع هذه التغطية فاهلا بكم. حياك الله استاذ احمد، سعيدين باطلالتك عبر قناة مرقاب، ودنا تحدثنا عن التنظيمات في هذا المهرجان. اولا اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وعبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظه الله، على افتتاح و هذا المهرجان الطيب للابل ولرواد هذا المهرجان. وتنظيم رائع على رأسهم مدير رئيس الدارة، وعلى ما أشوف من حضور على رواد هذا المهرجان يعني عدد هائل، وهذا دليل على التنظيم الرائع، وأشكرهم جزيل الشكر. بلا شك استاذ احمد ان زوار هذا المهرجان وفي ازدياد يدل على نجاح مبدئ معنا خلال الاسبوع الاول، نشاهد زيارات متتاليه وباعداد هائله وزياره لجميع الفعاليات. هذا الشيء ينعكس ايجابا لكم كمنظمين ويدفعكم ايضا للمزيد من التقدم. اولا نشكر المنظمين على جهودهم والمسؤولين على هذا المهرجان، وأنا أحد المشاركين من أمانة منطقة الرياض، وأشكر المنظمين والقائمين على المهرجان الطيب والترتيبات وجميع الجهات المشاركة، جهودهم ملحوظة. أستاذ أحمد بمطلق العتيبي شاكر لك طال عمرك هذه الجهود وبالتوفيق لكم مجددا. شكر لكم يا قناة المرقاب، وعلى والشكر موصول للجان الإعلامية المتواجدة بهذا المهرجان، وأكرر شكري للجنة المنظمة ورئيس هذا المهرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، زوار ومرتهدي هذه القرية، قرية مهرجان الملك عبد العزيز. مرحبا أخوي، نتعرف عليك. الله يحييكم، مرحبا ملايين، والله يحييكم يا قناة المرقاب. الدكتور حبنان فهد القحطاني طال عمرك. ونعم فيك طال عمرك، وكيف شفت المهرجان هذه السنة؟ ما عليك زود، الصراحة المهرجان مما يسعدنا نشوفه بهذا الوضع، في تطور بكثير من السنين السابقة. الله نشكر حكومتنا القائمة على هذا المهرجان، نشكرهم جزيل الشكر، والله يطول في أعمارهم. قرية المهرجان المكان اللي تواجد فيها الآن يضم العديد من الأقسام والفعاليات، رأيك فيها؟ زرتها اليوم، شو اللي شد انتباهك فيها؟ والله شد انتباهي يا أخي التنظيم والترتيب والمظهر الطيب، وكل شيء منظم وكل شيء مرتب، والله يطول في عمر حكومتنا، والله يجعل هذا التطور كل عام إلى الأفضل إن شاء الله. الله يسعد مساك، ونتعرف عليك طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا، محمد بن ناصر الدوسري طال عمرك. ونعم يا اخوي محمد، كيف شفت المهرجان هذه السنه وهذه القريه؟ والله ما شاء الله مهرجان راقي ومنظم ومرتب، ومن جهه هنا يسعد بالمناظر وما شاء الله كل شيء مرتب 100% ما شاء الله. زرت ميادين الابل اليوم او في الاسبوع الماضي؟ نعم زرناها اليوم، كل الاماكن زرناها، والله شاهدناها مرتبه وما شاء الله ترتيب ممتاز وجيد، بيع ومشترى فيها، والناس كل مستبشر بالخير، والجميع راضي عن التنظيم وراضي عن الأنظمة الموجودة ومقنعة وعامة للجميع. حمد مهدي الصخابة الهدوسري طال عمرك. ونعم يا حمد، وانطباعك على المهرجان في زيارتك له؟ والله زرنا المهرجان وأقسام متنوعة وشيء جميل صراحة، ونشكر إدارة الملك عبد العزيز على جهودها المبذولة، والله يعز حكامنا. شاهدت عروض البن اليوم؟ الله شاهدتها وشيء جميل صراحة. مبروك الناموس لكم. الله يبارك فيك طال عمرك. الله يوفقكم، شكرا لك. والله المهرجان طيب ما شاء الله تبارك الله، مهرجان من تطور في تطور، الله يوفق حكامنا، والله ما قصروا. المهرجان السنة هذه أفضل من العام، أفضل بكثير، خاصة السوق الجديد، البقالات
مزافله، الطريق مزافله وناره، ترتيب ما شاء الله تبارك الله. شاهدت عروض اليوم في ميادين الابل؟ يلا شاهدنا الجل الوضح، الله الله، وكان عرض طيب وممتاز جدا. كيف شاهدت المهرجان في زيارتك له؟ ما شاء الله المهرجان كفو، والله يبيض وجه من قام به، ونشكر خادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، ونشكر القائمين عليهم وقناة المرقاب، بيض الله وجيههم. تهاني يا بلادي في ظلال البرق المنصور، عسى اللي ما يحبك وي